باتت المرأة السعودية تقتحم معظم مجالات العمل وتقوم بجميع مهامه المنوطة به بكل جهد وعزيمة، ولعل مجال الحراسات الأمنية من تلك المجالات. بدأت هذه المهنة في الانتشار بالمنشآت التجارية والاجتماعية ومراكز التسوق التي تتطلب تطبيق الأنظمة والمحافظة على الأمن، إذ إن وجود حارسات الأمن تقتضيه الضرورات الأمنية، الأمر الذي أكسبهن بعض الصفات المهمة لشخصية المرأة كالقوة والحكمة في التعامل مع الأمور الطارئة. إسماعيل، كيف حالك؟ الحمد لله. كويس؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله طيبة؟ في مشاكل في أي حاجة؟ لا يا باشا. الحمد لله. الله يعطيك العافية، ربي يخليك، شكرا. نواعم ولكن يقظات، متدربات على اكتشاف أي خطأ أو تصرف قد يحدث، دون أن ينقص ذلك من كونها أنثى. مهنة الحراسات الأمنية وظيفة لقيت إقبالا بين العديد من الفتيات السعوديات اللاتي مارسنها بكل كفاءة واقتدار. تراهن على مداخل المنشآت التجارية والمهمة يرتدين زيا موحدا ومميز يلقى على عاتقهن مهمة كشف حالات السرقة والفصل بين المتشاجرات وحمايتهن، فضلا عما يحققه لهن العمل من فرصة لاستثمار قدراتهن الجسدية وصفاتهن الشخصية. جاتني شكوى من المحل اللي جنبك انك خاصمت وياها مع بعض. المفروض لما يكون في اي مشكله تتوجه على طول على المشرفه، واحنا حنحل المشكله وحناخذ لك حقك منها. حياه. تعالي هنا، شكله في واحد جالس يضايق واحده ويعاكسها، تعالي تدخلي وجيب القوه معك. لا والله انا ماني متدخل، باين عليه عصبي وعنده عضلات بلاش يضربني. اما انت بنت ما حيضربك ولا مد يد عليك. تعالي اعملي له شوشره هنا ومشكله، وانا حاجة على الجاهز اخذه على الاداره واعمل عليه تقرير واسوي الدوريات. طيب لو انا جيت حضربك انت. لا تحمل اي سلاح ولا حتى عصا، سلاحها الكلمه الحسنه والدبلوماسيه في التعاطي. نسبه غير قليله من هؤلاء هن من النساء الباحثات عن لقمة العيش من خلال عمل شريف يسد رمق حاجتهن وحاجات أسرهن. حياة واحدة منهن أكسبتها هذه الوظيفة الكثير من القوة والحكمة والحنكة في التعامل مع الأمور الطارئة. أضاف لعملي كمشرفة أمن يعني ثقة بنفسي أكثر، إقناع أكثر، صار عندي أسلوب إقناع مع الناس أكثر، صرت أعرف كيف أتواصل مع العميل اللي حتى بيكون مرة عصبي، لأنه هنا بنقابل ناس مرة بيكونوا عصبيين وبيجي يعني الأمن يعني أنت بتحل المشكلة، فبيجي الشخص مرة معصب، فصار في يعني من الأشياء اللي اكتسبتها إنه صار عندي تكنيك بعرف هدي العميل اللي قدامي عشان أعرف أحل له مشكلته، لأنه طول ما هو حيكون معصب ما حنعرف نوصل لله للمشكلة نفسها ولا للحل. فتيات اجتزن اختبارات نفسية ولباقة الحديث والتحمل والصبر حتى أصبحن مؤهلات لتولي مهنة تأمين المولات والمنشآت والأفراد، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من المشروعات والمحال التجارية الخاصة التي لا يدخلها إلا النساء، وبالتالي لا بد أن يتولى الأمن فيها الجنس اللطيف. قد يكون مسمى حارسة أمن ثقيلة على السمع في المجتمع السعودي، لكن بكل صراحة المرأة السعودية أثبتت نجاحها في كل مجال قد توضع فيه، حتى في المجالات التي كان يعتقد البعض أنها لا تتناسب مع طبيعتها، وربما يعتقد البعض أن عملها في هذا المجال لأنها مسترجلة، لكن المرأة التي تعمل في الحراسات الأمنية كأي امرأة عاملة لا تنقصها من أنوثتها شيء، حتى في بعض الأحيان قد تفوق غيرها لباقة ورقة. لكن بيني وبينكم، يا ويلكم لو طحتم بين يديهم، والله تعدوا النجوم في عز الظهر. يا مصباح، الأخبار الآن جدة.